الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات المغرضة اللي بيروج ليها البعض ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجة عايز اتكلم فيها معتز الشامي الزملكاوي بيطالب نادي الزمالك وبيتكلم انه بما انه يعني الراجل قريب الصلة من الفيفا وانه يعتبر واحد من خبراء اللوائح في الاتحاد الدولي لكرة القدم، قال لك احنا نقدر كنادي زمالك، انا مش عايزك تضحك والله العظيم ما عايزك تضحك، بس انا بنقل لك تصريح، قال لك احنا عايزين نطلب اللعب في اي دوري اسيوي في اسيا، سواء في الدوري السعودي او الدوري الاماراتي، خلينا في الدوري السعودي، السعودية بيحبونا والسعوديين بيحبونا، فاحنا نروح نلعب في الدوري السعودي، طبعا اشقائنا في المملكة العربية السعودية. قال لك انا عرضت الامر يا جماعة على ادارة النادي الاهلي نادي الزمالك، وفي تفكير قوي جدا بالموافقة ان احنا نلعب في الدوري السعودي علشان بعد كده نشارك في دوري ابطال اسيا، بعيدا بقى عن جو المؤامرات والظلم اللي احنا بنتعرض ليه، والاهلي نادي الدوله مش هنلاقي اي ظلم هناك وهنلاقي معامله طيبه جدا وهنلاقي. طيب انا بس عايز اسال كام سؤال لاستاذ معتز الشامي بعيدا عن لائحيه الطلب، يعني قانونيه الطلب من عدمه دي مش بتاعتي، ولا انا اللي هقول فيها تطلب ما تطلبش دي مش بتاعتي، ولكن انا عايز اسال معتز الشامي، انت هتسيب هنا الاهلي هتروح هناك هتلاقي الهلال؟ يا جدع اخش اجيب لك ملخص مباراه لوسيل تشوف، اجيب لك ملخص مباراه سوبر لوسيل عشان تشوف الهلال كان عامل فيك ايه؟ يا جدع ده الهلال عاملك معامله، يعني مش عايز اقول لك فرقه درجه تانية محطوطه في منطقه ال 18 بتاعتها، او فرقه في متوسط الجدول محطوطه في منطقه ال 18 وبتحاول تلعب على الخطف، انت شواجري على راي الواد بتاع الترند بتاع انت شواجري، يعني انت طول الماتش عمال قاعد في منطقتك والهلال واخد بالك نازل ضرب 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 ضرب، وانت بتعتمد على الهجمات المرتده لعل وعسى كوره طايشه بسرعات سيف الجزيري سرعات زيزو تقدر تخطف هدف وتضيع الوقت مع محمد عواد، او توصل لضربات الحظ الترجيحيه، وانت حظك حلو في ضربات الحظ الترجيحيه، لكن هتعمل ايه مع الهلال اللي في ماتش شرفي زي سوبر لوسيل ملوش اي 30 لازمه عمل فيك كده؟ امال بقى لو بيلعبك على بطوله، بيلعبك على بطوله دوري سعودي، بيلعبك على كاس خادم الحرمين الشريفين، بيلعبك اي بطوله في السعوديه، هيعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه في دوري ابطال اسيا؟ ده انت مش هتشم دوري ابطال اسيا اصلا، انت عارف المنافسه في السعوديه ازاي؟ يمكن هنا في مصر انت بتطلع وصيف، لان مفيش فرق بتنافس يعني خلاص، فهتروح تعمل ايه مع العتاوله الهلال والنصر والاتحاد جده والانديه دي؟ هتعمل معاهم ايه؟ والسنه الجايه هيطلع لك اهلي جده السعودي وبيتسو موسيماني، يعني موسيماني تسيبه هنا ولا تقعد تفضل ورا موسيماني لحد ما تمشيه تروح له انت السعوديه بنفسك عشان يلعبك في الدوري السعودي تاني؟ يعني دي اول حاجه. تاني حاجه هتلاقي الاحتواء بتاعنا فين؟ يا جماعه الاحتواء بتاعنا مش عند اي حد، في السعودية هتلاقي اللوائح بتطبق كما أنزلت كما شرعت، مفيش حاجة اسمها احتويني ودمني وحسسني بحنانك واللي بنشوفه في اتحاد الكرة عندنا، عندهم واحد زائد واحد بتساوي اتنين، عندك مديونيات عندك أي مشاكل مالية مش هيسويها لك زي ما بيحصل هنا يقول لك حين ميسارة، لا في الاتحاد السعودي ناس محترفة، ناس بتتعامل وبتتقي ربنا وبتتعامل بما يرضي الله، عكس بتوع الاحتواء اللي هنا، بتوع الاحتواء اللي هنا انت عليك 85 مليون بيقول لك مش مشكله، شكك كمان وكمان، انت هتلاقي يا راجل ده انت هتلاقي حكام اجانب هناك، حكام اجانب، انت في حاله واحده بس يا استاذ معتز يا شامي ممكن تاخد فيها نادي الزمالك وتروح تلعب في الدوري السعودي فيها، انك تاخد الحكام بتوع الاحتواء معاك، تاخد الثلاثه اربعه اللي بيحتووا الزمالك في كل الماتشات خدهم معاك، في الحاله دي اضمن لك الزمالك ينافس على الدوري السعودي للمحترفين، ونزل قرار بقى ولايحة في دوري ابطال اسيا ان الزمالك برضو ياخد حكامه بتوع الاحتواء معاه في دوري ابطال اسيا عشان تعرف تكسب البطولة. طيب خالد الغندور بقاله اسبوع كده مش على بعضه،
ايه خلوه ده مالك يا حبيبي؟ خالد الغندور يا جماعه كل شويه يروح منزل بوست بوست بوست، ايام قليله تفصلني عن تجديد تعاقدي وتحديد وجهتي، وعقدي انتهى وعقدي هينتهي وعقدي 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 وعقدي، كل شويه ينزل بوست. يا جماعه حد يشوف الشركه المتحده تشوف شغلانه لخالد الغندور يعني؟ خلاص ايه خالد في ايه يا حبيبي؟ وكل شويه يجيب لك بوست من على صفحه او من على صفحه شخصيه او من على صفحه كبيره ويشير ويقول لك بصوا شايفين اللي بيحبوني، الزملكاويه بيحبوني والزملكاويه عايزيني، يعني كنوع من انواع الضغط على نادي الزمالك او على الشركه المتحده عشان يجددوا عقد خالد الغندور مع قناه الزمالك، او خالد الغندور يتعمل له برنامج في اي قناه تانية. طبعا ربنا يوفق خالد الغندور، ما نتمناش الضرر لحد ولا قطع العيش لحد، لكن سؤال واحد من الزملكاويه مثلا قال لك يعني كابتن خالد هو ده وقته؟ هو ده وقته تتكلم عن عقود ومش عقود؟ النادي بتاعك في ازمه، النادي بتاعك في مشكله، النادي بتاعك محجوز على الارصده بتاعته يا كابتن خالد. يعني الزملكاوي ده عجبني جدا، قال لك وده وقته يا خالد غندور، وقته تتكلم في ترك القناه والرحيل عن القناه، اصل انا عقدي بينتهي، اصل انا عايز عقدي يتزود، اصل انا عقدي مش عارف ايه. فانا عايز اسال سؤال لخالد الغندور، هو ده وقته؟ لما ناديك صاحب الفضل الاول عليك يا خالد غندور يكون في محنه ماليه زي ما احنا شايفين كده، وعنده أزمة مالية زي ما احنا شايفين بالحجز على أرصدته، والقناة كل يوم تعمل فيديو مع الموظفين ومع العمال عشان يوروا الناس كلها المعاناة، وانت تطلع تقول لي مصيري ومش مصيري وموقفي كلام ده؟ فين يا خالد غندور الانتماء لنادي الزمالك؟ انا كنت افتكر خالد الغندور مثلا، او اظن يعني ان خالد الغندور في ظل الازمه الماليه بتاعت نادي الزمالك يطلع يقول للسيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لا لا يا سياده المستشار، انا ابن الزمالك، الفلوس بتاعت المرتب بتاعتش كل شهر دي انا مش عايزها، وهتبرع بيها للزمالك لحد ما الزمالك ربنا يفك الازمه الماليه بتاعته والضيق اللي هو فيه. مش كده ولا ايه يا اخوانا؟ يا خالد الغندور ده انت لحم اكتفك من خير الزمالك، انت لحم اكتفك من خير المستشار، مش كده ولا ايه يا خلوده؟ ده اللي كان متوقع منك يا ابن الحلال، ده اللي كان متوقع منك يا ابن الاصول. لكن زي ما قال المشجع الزملكاوي، هو احنا في مش عارف ايه ولا في شم ورد؟ احنا في ايه ولا في ايه عشان كل شويه تنزل لي بوست على الناس اللي عايزاك تكمل في القناه والناس اللي عايزاك ما تمشيش من القناه؟ اطلع قول انا بتبرع بالراتب بتاع 6 شهور لصالح نادي الزمالك لحين المرور من الضائقه الماليه، تبقى حاجه شيك بالنسبه لك عند اداره نادي الزمالك. طيب عايز اقول لك اتحاد الكوره احدى اتحادات الكوره في مصر بتعاني من ازمه ماليه طاحنه، ولكن بالرغم من الازمه الماليه دي إلا أنهم عملوا حاجة اسمها كشوف البركة. كشوف إيه يا بيه؟ البركة، والله اسمها كشوف البركة. إيه كشوف البركة دي يا مصطفى؟ يعني إيه؟ ما تفهمنا. كشوف البركة دي يا فندم بيتم ضم كذا صحفي كده على السوشيال ميديا، الأستاذ والأستاذ 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 20 30 على حسب بقى، وكل واحد على حسب اسمه والعدد المتابعين عنده على الصفحة وكده. طب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ وظيفتك وانت قاعد في البيت او طالع في القناة او في اي برنامج ضيف فيه، اطلع طبل لنا، امسك طبلة ورق واخد بالك ومزمار وشخاليل وارقص حبتين وطبل للاتحاد وقول ان المسؤولين بتوع الاتحاد دول زي السكر. هتاخد مبلغ محترم من 8000 لحد 30000 في الشهر. امال في السنة؟ امال في السنه يا بيه؟ طب انا هروح وامضي وبتاع؟ لا 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 لا، انت مش مطالب انك تمضي ولا حاجه، انت كل اللي مطالب بيه ان لو حد نزل اي حاجه هجوم على اتحاد الكوره ده اطلع دافع، اطلع قول الكلام ده مش صح، وان الناس اللي موجوده دي ناس محترمه قوي 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 لابعد الحدود، اطلع طبل، اطلع قول انجازات، حتى لو مفيش انجازات انجز انت وقول اي حاجه من عندك حلوه وخلاص. حلل القرشين اللي انت هتاخدهم، حلل القرشين اللي انت هتاخدهم. يعني هو انتوا بس، انا عايز اسال سؤال، هو انتوا مفكرين ان انتوا لما تعملوا كده هتعمروا في الاتحاد دوت؟
شوية المطبلاتية الهجاصين اللي انتوا عملتوهم في كشوف البركة، وده هياخد 8000 وده هياخد 10000 وده هياخد 15000 وده هياخد 30000 على رأي المثل، كل برغوت على قد قرصته ولا على قد دمه. ما هي فلوس يا بيه ومال سايب، والمال السايب بيعلم ايه؟ بيعلم السرقة، بيعلم السرقة. عايز اقول لاستاذ محمد شبانه الراجل المحترم، انت رجل والرجال قليل، والرجال قليل، وهنا تعود على الرجال اللي هم في الاعلام مش طبعا في العموم. استاذ محمد شبانه على الهواء مباشره على قناه اي تي سي قال لك تصدقوا وتامنوا بالله، وهتصدقوا ان شاء الله، شعبيه الاهلي مش اكتر من الزمالك، لا ده شعبيه الاهلي اكتر من شعبيه مانشستر سيتي، شعبيه الاهلي جارفه جدا، عشان كده الزملكاويه ما بيحبوش شبانه بالرغم انه زملكاوي، والله العظيم بالرغم ان شبانه زملكاوي والكل يعلم هذا، حتى الزملكاويه نفسهم هم عارفين هو زملكاوي، بس زملكاوي محترم، زملكاوي بيقول الحقيقه عكس بعض الزملكاويه او من يدعون انهم اهلاويه بيطلعوا يضربوا اخبار فيك ومفبركه ضد النادي الاهلي او محاولات ارضاء للنادي المنافس. عايز اقول لجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم، انا بشكر الراجل ده لان الراجل ده له تصريح مهم جدا يبين لك قيمه وشعبيه الاهلي الجارفه مش في مصر ولا في افريقيا، ده في العالم كله. الراجل ده بالتصريح اللي قاله في كاس العالم في ابو ظبي لما قال لك لا يوجد نادي في العالم لديه مثل هذه الجماهير، جماهير الاهلي سبب نجاح المونديال. الراجل راح قطر بص على مونديال الانديه في قطر، اتفاجئ بحاجه غريبه جدا، ان في كل الماتشات جمهور الاهلي حاجز التذاكر كلها، جمهور الاهلي حجز التذاكر كلها، لان في الفتره دي اتعمل ملعوب كده ما كانش يعني لطيف، بس مشيت مش عايزين نذكره يعني، مشيت والاهلي قدر يسيطر بالطول والعرض على الملاعب كلها والماتشات كلها، بالرغم ان الاتحاد الدولي قرر ولاول مره تجاهل او عدم معلوميه المباريات اللي الفريق بتاعك هيلعبها في الدور اللي بعد كده. يعني اول ماتش انت عارف انت هتلعب مثلا الدحيل، تاني ماتش انت ما تعرفش انت هتلعب مين، فاحجز احجز التذكره دي والتذكره دي عشان تقدر تضمن ان انت لو لعبت الفرقه دي لعبت الفرقه دي يبقى انت معاك التذكره بتاعتك وحاجز للمباريات. عشان كده الراجل لما لقى الحضور الجماهيري في ماتشات الاهلي في قطر، الحضور الجماهيري في مونديال ابو ظبي، قال لك لا لا الجمهور ده مفيش زيه، الجمهور ده بيروح كل ملاعب الدنيا ورا الفريق بتاعه، حتى لو عملنا البطوله في الصين هنلاقي جمهور النادي الاهلي موجود في الصين. فتيات الذهب فتيات الذهب اللي اتصرف عليهم ملايين في العاب الصالات، نادي الاتحاد السكندري النهارده بيكتسح الزمالك بفارق 30 نقطة. الزمالك كان بيلاعب الاتحاد السكندري مباراة دوري المرتبط لكرة السلة، الاتحاد كسب سيدات الزمالك اللي الزمالك عمل مجموعة من الصفقات على فكرة، وإدارة نادي الزمالك عملت مجموعة من الصفقات سوبر السوبر واتصرف عليهم ملايين يعني. خسر الزمالك كام بقى من سيدات الاتحاد السكندري؟ 92-62، فرق 30 بونت، فرق 30 نقطة. كابتن إسلام الشاطر رد جميل جدا على خالد الغندور. خالد الغندور كان طلع من حوالي 4-5 ايام فيديو على السوشيال ميديا عمال يقول لك بحلم بيك، انا بحلم بيك وفي افريقيا انا مستني، وغمز الغمزه بتاعته، عارف انت الغمزه بتاعت حمدي الوزير كده، ده غمز الغمزه بتاعته، فانا ما بعرفش اعمل الغمزه بتاعت حمدي الوزير يعني. فخالد الغندور عمل لك كده، بحلم بيك انا بحلم بيك ها، وفي يوم السوبر انا مستنيك ها، يوم افريقيا مستنيك. فكابتن اسلام الشاطر قال لك ما تبقاش اقل مني في كل حاجه وتطلع تقول لي بحلم بيك انا بحلم بيك،
الاهلي ده كابوس، كابوس كبير قوي 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 بالنسبة ليك. بحلم بيك، انا بحلم بيك ايه؟ ما تبص على الارقام يا ابني، ما تبص على الارقام يا حبيبي. يعني ده انتوا علمتوا العيال الصغيرة جدول الضرب. قلنا واتفقنا البطولات المحلية اضرب في اتنين في تلاتة، بطولات افريقية اضرب في اتنين. فالعيال حفظ الجدول الضرب بتاع اتنين في اتنين وتلاتة في تلاتة بسببكم، بسببكم. لان البطولات المحلية اضرب في تلاتة، اي بطولة محلية اضربها في تلاتة تعرف ناتج بطولات الاهلي، اي بطولة افريقية تضرب في اتنين تعرف ناتج بطولات النادي الاهلي. فالموضوع يعني الارقام كلها بتقول ان الاهلي كابوس بالنسبة لك. الاهلي لما بيلعبك في افريقيا لعبك 9 مرات كسبك 6 وتعادل 3. فقال له راجع التاريخ بقى، راجع التاريخ يا بندق، راجع التاريخ كويس قبل ما تحفل على النادي الاهلي. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم، سلام عليكم.